خلينا ننتقل بقى كمان انه المرأة المصرية طول الوقت والأبد هي ناجحة في حياتها، مش بس حياتها الشخصية انما كمان حياتها العملية. ويمكن انا بتكلم عن ست بحترمها قوي يا إسراء، يعني ست عظيمة قامت برضو مشوار صعب قوي، مرت بمراحل عصيبة، هي عالمة الذرة سميرة موسى، واللي بيسموها يعني ماري كوري الشرق. صحيح. عارفة ماري كوري اللي هي يعني كانت نابغة برضو من سنين وسنين، وكان الناس بتتكلم ان هي فعلا أدت دور مهم جدا، لكن الأمريكان والإنجليز قالوا عنها ماري كوري الشرق، هي سميرة موسى اللي جت في وقت ما كانش فيه تعليم، ما كانش فيه شغل، ما يعني إيه إن الست تبقى معيدة، يعني إيه الست تدخل التعليم وإن هي تبقى كمان في الجامعة وتدرس بس عايزة أقول إنه الست دي لولا وقفت ناس كتير جدا في رحلتها ودعموهم ليها، هو ده اللي خلاها تبقى النهاردة سميرة موسى اللي مؤثرة جدا ليها، اللي عاشت فعلا يعني بطلة وماتت بطلة. صحيح. هي ابنة محافظة الغربية، وهي كانت عندها ذاكرة سبحانك يا ربي، يعني ذاكرة فوتوغرافية بتخليها تحفظ كل شيء، بمجرد ان هي بس يعني تلقي عليه نظرة، من النظرة الاولى بيكون خلاص الطبع في الذاكرة بتاعتها، وكان نبوغها وتفوقها باين في كل تفاصيل حياتها وخصوصا كمان في دراستها، واصبحت معيدة في كلية العلوم، وكمان حصلت على الدكتوراه عن موضوع خصائص امتصاص المواد للأشعة، وكان أملها وحلمها أنها تسخر الذرة لخدمة الإنسان، بس تحديدا في المجالات السلمية والطبية والعلاج كمان بالذرة. وكانت مؤمنة جدا جدا بفكرة التكافؤ في فكرة امتلاك الأسلحة النووية، وكان لها نشاط طبعا كبير جدا في هذا المجال حقيقي. وهي في ثالثة جامعة يعني سفروها البعثة للولايات المتحدة، وده كان مذهل يعني هي لسه طالبة ان هي يحصل ده معاها، وقدرت ان هي تدرس في الخارج ورجعت من الخارج، وطبعا يعني كان لها طبعا وقفات في حياتها. خلينا نقول انه سريعا والدها كان من الناس الملهمين في حياتها، باع ارضه عشان تكمل تعليمه، مش بس كده النظره بتاعتها نبويه موسى اللي قدرت ان هي تعمل لها معمل خاص في المدرسه عشان تعمل فيه طبعا الانشطه بتاعتها العلميه. صحيح. وبعد كده في الجامعه طبعا يعني مصطفى مشرفه عميد كليه العلوم قدر ان هو يقف جنبها واصر انه لازم تبقى معيده، وكانت فعلا معيده في النهايه. ففي ناس دعموها وسندوها. عايزه اقول ان ممكن يكون فرق بين سميره موسى وغيرها ان في هنا ناس وقفت جنبها وفي ناس كتيره جدا ممكن تكون ما توقفش جنب ناس ثانيه. انت عارفه ان انا كنت في مدرسه اسمها سميره موسى؟ الله. والله يعني في اسكندريه. فانا من الناس الممتنه وشاربه جدا جدا قصة الدكتورة الجليلة رحمها الله، شهيدة الواجب وشهيدة العلم رحمها.